غادر البلاد مساء اليوم دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة بعد زيارة أخوية لمملكة البحرين. التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر، حيث تم بحث مجمل الموضوعات المتصلة بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات والمستجدات على الساحة اليمنية. وكان في وداعه بالمطار مع الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة.